إلى السيد الحياني. سيد الحياني، يعني بصراحة نحن كلنا سمعنا يوم أمس كلمة يعني وزير الخارجية الإيراني، وهو يتحدث وقال بكل صراحة أن إيران أول من اعترف بالعراق الجديد وأول من مد يد العون له في مكافحة الإرهاب، مؤكد أن الترابط الاقتصادي متجذر بين البلدين وهي تدعم أمنه ووحدته ورفع مكانته الدولية وترحيب بمبادرات عراقية تشارك فيها دول المنطقة. هذا كان كلام وزير الخارجية الإيراني. وأيضا تحدث السيد العبودي، قال لك شنو هاي الفوبيا من إيران، ليش هذه الفوبيا؟ قال لك السلاح المنفلت اللي تتحدث عنه يا أخي والميليشيات، هذا سلاح فصائل مقاومة موجودة تقاوم الأمريكان، البلد المحتل للعراق. أريد تجاوبني على كلام السيد رئيس وزير الخارجية الإيراني وأيضا السيد العبودي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة السيد العبودي هذا رأيه ورأيه محترم، كل واحد إلى رأيه الخاص به. المواقف المهمة التي يعني وأيضا كلام وزير الخارجية الإيراني، أنا تحدثت عن كلام وزير المواقف الخارجية. التي تكون في أيام الرخاء وحالات الرخاء لا يعتد بها عادة، المواقف المهمة والرصينة يعتد لها في وقت الشدة، عندما تكون هناك شدة. العراق مر بظروف قاسية جدا وصعبة جدا، العراق مر ب يعني ظروف حرب داعش وظروف الطائفية وظروف الاحتلال وظروف قاسية جدا، حقيقة يعتد لمواقف الدول التي تقف معنا في هذه الظروف. أما من يقف معنا اليوم في الكلام هذا لا يمكن أن يعتد أبدا. قضية يعني تتحدث أنه واقفين معنا فقط بالكلام أستاذ، بس تتحدث أنه واقفين معنا فقط؟ نعم فقط بالكلام وفي أيام الرخاء، فقط في الكلام وفي أيام الرخاء. في أيام الشدة، في أيام الشدة لم نرى أحد. هذا واقع الحال الذي يعرفه كل العراقيين. أنت تتحدث عن إيران وكل الدول؟ إيران والدول الأخرى. إيران والدول الأخرى. إيران دولة جارة، لا أحد ينكر هذا الموضوع، وهناك سلاح منفلت مرتبط بإيران ارتباط مباشر، وتم يعني فصائل مسلحة تم استعراضها في بغداد وتجاوزت حتى على القائد العام للقوات المسلحة، تستعرض في شوارع بغداد من دون إذن من القيادة العامة للقوات المسلحة أو من الحكومة العراقية. هذه الفصائل يا سيدي منخرطة في منظومة الحاج الشعبي، تؤتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة. هذه الفصائل تسمى فصائل مو سلاح منفلت، هذه ليس سلاح منفلت سيدي، يجب أن تكون دقيق، أنت مؤتمن، يجب أن تكون دقيق فيما تقول. نعم سيدي الفاضلة، هذه القوات التي استعرضت في بغداد. بس على مود الصوت ناصي ما سيد الحياني، خلي يكمل حتى تجاوب، لأن احنا يمنا ناصي ما عرفنا. تفضل. ماشي. تفضل سيد الحياني. نحن نحكم الناس على اللي يظهر منها واللي شافوه العراقيين جميعا. قوات مسلحة مدججة بالأسلحة والمدرعات تستعرض في بغداد من دون إذن الحكومة العراقية. يعني أنت تعتقد هاي المدججات تابعة لإيران، إيران تدعمها؟ ليش ماذا يسمى هذا السلاح؟ يعني ليش هذه الفوبيا من إيران يعني مثل ما تحدث السيد؟ اسمحي لي ست هيفاء، ماذا يسمى هذا السلاح الذي يستعرض في بغداد من سلاح مقاومة يسمى هذا؟ ومن دون معرفة سلاح مقاومة لخروج المحتل من الداخل العراقي. على عيني غير يأتمر بالحكومة العراقية. نعم يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة سيد مصطفى الكاظمي. نعم. طيب مصطفى الكاظمي ما يعرف هاي القوات اللي لا سيد الكريم معلومته غير دقيقة. السيد الكاظمي يعلم جيدا هذه الفصائل ويعلم استراتيجيتها في الدفاع عن العراق، لكن ماذا تقول في السيرام الذي وضع فوق مبنى السفارة الأمريكية في وسط بغداد؟ لماذا نسمع لكم هكذا اعتراضات من مثل هكذا سلوك بربري في داخل مدن يعني أعرف؟ نعم خلي كمل الفكرة سيد العبودي، تفضل سيد الحياني كمل فكرته. حقيقة هذا الكلام يعني المشاهد الكريم هو يقيمه، يعرف يعني حجم التدخل الإيراني الكبير بالعراق، هذا من جانب. الجانب الآخر، المؤتمرات من هذا النوع التي لم تحضر بها المصلحة العراقية حقيقة لا تجدي نفعا. نحن نؤيد مؤتمرات وطنية بهذا المستوى تعيد العراق إلى حاضنته الدولية، وتعيد العراق إلى حاضنته العربية، وتعيد كدولة محورية في المنطقة ورائدة أيضا في المنطقة كما هو كان عبر التاريخ. هذه المؤتمرات إذا كان شأنها من هذا النوع فهي حقيقة جيدة ويعني يعتد بها. لكن سيد الحياني يعني ايضا تضمنت كلمه الوزير الخارجيه الايراني، يعني اشارت للدول العربيه بان هناك يعني اشياء كثيره قدمتها ايران للعراق، فيعني تحدث بكلمته هذا اللي افتهمناه، ماذا قدمت بعض الدول للعراق يعني اثناء الحرب على داعش؟ يعني كانت كلمته صريحة. انا قلت لحضرتك المواقف اللي بايام الشده هي المواقف التي يعتد لها،
والعراق مر بظروف قاسية وصعبة جدا حقيقة، لم نرى مواقف تقف مع العراق في أيام شدته، في أيام الطائفية وأيام حرب داعش وأيام ظروف الاحتلال القاسية. من وقف ويا العراق؟ نتمنى من هذه الدول أن تقف معنا، كل الدول مقصرة، كل الدول الحاضرة الآن مقصرة مع العراق في وقوفهم معنا في أيام حرب داعش. إيران أمريكا وقفت وياك لو لا؟ إيران أمريكا يعني إيران وقفت وياك أمريكا شون؟ ست هيفاء هذا يعني لازم نضع النقاط على الحروف. إيران وقفت معنا بميليشيات طائفية تعمل لصالحها، تعمل لصالح أجنداتها الخاصة وليس للصالح العراقي. العراقيون يعني أنهار من الدماء وهم يدافعون عن مناطقهم ويدافعون عن مدنهم ضد داعش وضد يعني اللي يعملون مع داعش. هذا موضوع معروف لدى العراقيين جميعا. وأمريكا أمريكا القضية تكمن، أمريكا هي اللاعب الأساسي وهي أساس البلاء. أساس البلاء في هذا العراق هي أمريكا، هي من أتت بهذه الميليشيات وهذه الميليشيات تعمل بدرايتها. وكل حقيقة هناك دول يعني مؤثرة بالدور العراقي، مؤثرة بالجانب العراقي، لم تحضر هذا المؤتمر اللي هي مثلا أمريكا وبريطانيا مؤثرة بالجانب العراقي بشكل كبير. حقيقة لا نعرف السيد الكاظمي ما هي العوامل اللي اعتمد عليها باختيار هذه الدول لحضور هذه المؤتمر. لا هي دول جوار ولا هي دول إقليمية ولا هي دول عربية ولا هي يعني دول أجنبية. دول جوار، العدد دول جوار، نتمنى أن تحضر الدول. بس أريد نعرف من سيادة النائب ليش